طرابلس، شعر سكان العاصمة الليبية طرابلس بزلزال صغير عند الساعة 15:32 اليوم الخميس. وأكدت مؤسسة رؤية لعلوم وتطبيقات الفضاء عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقوع الزلزال، وأن سكان طرابلس شعروا به، مشيرة إلى أنهم بصدد البحث عن مزيد من التفاصيل من خلال الخرائط الزلزالية الدولية. مركز المراقبة. في غضون ذلك، ذكرت قناة فبراير أن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أكد وقوع زلزال في المنطقة الغربية. وبحسب شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية دال باء ألف، فإن السكان شعروا بالصدمة في كافة أنحاء منطقة طرابلس، بدءا من منطقة سوق الجمعة شرقا وجنزور غربا والسواني جنوبا، فيما تفاصيل الحادث. ولا يزال الزلزال وقوته غير معروفين لعدم وجود بيان رسمي من مركز الأرصاد الجوية.